مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من مصر، حلقة إن شاء الله يكون فيها الكتير اللي ينفع حضراتكم ويفيد حضراتكم من أخبار وموضوعات هنناقشها النهاردة. زميلتي العزيزة ريهام إبراهيم، وأنا مساء الخير يا ريهام. إزيك؟ أهلا يا عمرو، إزيك؟ إزي حضراتكم؟ إن شاء الله يعني يكون النهاردة وقتنا مع بعض وقت ممتع وجميل، لأن عندنا طبعا مجموعة من الأخبار وعندنا كمان فقرة رئيسية حابة أن أنا أبتدي بيها. عندنا قامة فنية كبيرة جدا النهارده، هتكون هي الحوار الرئيسي في حلقتنا. بدعو حضراتكم ان انتم تتابعوها وتشوفوها معانا، لان حابين جدا نسمع كواليس هذه الحياه الثريه. معانا الفنان الكبير القدير رشوان توفيق. فقره اعد حضراتكم، وطبعا يعني حتى من غير ما نعد قامه وقيمه كبيره بحجم الاستاذ رشوان توفيق، اكيد كلنا هنكون منتظرين ومتشوقين نسمع رايه في حاجات كتير ونفتكر معاه ذكريات كتير. فدي طبعاً فقره بعد دقائق ان شاء الله نكون معاكم فيها. لكن الاول الحقيقة في النهاردة الحدث المهم اللي كان في القاهرة، وهو افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لفعاليات الدورة الرابعة لمعرض مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2020، اللي بيعقد تحت رعاية الرئيس في الفترة من 11 ل 13 فبراير، وبيحمل شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة. احتفالية كبيرة زي ما حضراتكم شايفين، حضرها عدد كبير من ممثلي الشركات الدولية والمسؤولين في مجال البترول والطاقة، وعدد كبير من المتخصصين من العالم كله الحقيقة. الرئيس في البداية والحضور شاهدوا فيلم تسجيلي عن الطفرة الكبيرة اللي حصلت في قطاع البترول في مصر خلال السنوات الأخيرة اللي فاتت، وده طبعا واضح وجلي لحضراتكم. بعدها الرئيس تفقد أجنحة الشركات العالمية الكبرى المشاركة في المعرض، وأيضا عقد لقاءات مع رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البترولية والشركات العاملة في مجال الطاقة، زي الرئيس التنفيذي لبريتش بتروليوم اللي هي بي بي البريطانية اللي هو برنارد لوني، و لقاء آخر مع أوليفييه لوباش رئيس شركة شلامبرغي العالمية، دي واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في مجالات الاستكشافات في البترول والغاز. كمان رئيس الطاقة برئيس مجلس إدارة شركة باكتل الأمريكية برندن باكتل. الرئيس أكد خلال لقاءات حرص مصر على الاستفادة من الخبرات العالمية في لهذه الشركات الحقيقة عشان تشتغل في مصر وتتوسع في نشاطاتها في قطاع البترول والغاز، وكمان في قطاعات أخرى مرتبطة زي النقل وزي التشييد، خصوصا مع شركة باكتل العالمية. ده في ضوء الحقيقة المشروعات التنموية الكبرى اللي مصر بتعملها في الفترة الحالية، وأكيد في دور لهذه الشركات في المساهمة فيها. ده طبعا في إطار استراتيجية عام وأشمل لحسن إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد المصرية. تحت رعاية السيد الرئيس انطلق مؤتمر إيجيبتس 2020 في دورته الرابعة، والذي ينعقد خلال الفترة من 11 وحتى 13 من فبراير الجاري تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة. المؤتمر الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم يضم أكثر من 450 عارضا، ويمثل فرصة لتمكين التجارة الثنائية لاحتوائه على 14 جناحا دوليا. المؤتمر يجذب هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر، و15 شركة بترول عالمية. يعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة، ويسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية، حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط، وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. من مصر، محمد خالد.
مؤتمر مهم جدا بيشارك فيه السنة دي أكتر من 270 من المتحدثين، طبعا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، 1600 من المشاركين من 14 دولة و15 شركة بترول عالمية، وأكتر من 450 شركة من اللي بتعرض آخر منتجاتها في مجال الطاقة، وبتعرض كمان إزاي استخدمت التكنولوجيا لتحديث كل ما يقدم في هذا السوق الكبير. الحدث ده بيضم فعاليات كتيرة جدا متنوعة مختلفة، مثلا 36 جلسة فنية، 10 جلسات استراتيجية، وأربع حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، وسبع جلسات لمناقشة موضوعات عن التمويل المالي، عن الاستثمار داخل صناعة البترول، في ست جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، في جلسات مهمة جدا، وأنا الحقيقة فخورة أنها موجودة وفخورة بدور المرأة اللي واضح وصريح وناجح وقدم إنجازات. فبالتالي في جلسة عن دور المرأة في هذا القطاع الهام، قطاع الطاقة. طبعا الجلسة دي بتدي منصة للمرأة انها تتناقش وانها تقول تجربتها وانها كمان تضيف في مجال من المجالات المهمة جدا في الفترة كمان الحالية في مصر بعد اكتشافات كثيرة. المؤتمر بيخصص جوائز للتميز في مجالات السلامة والبيئة ومعايير كمان خاصة بالصحة، وكذلك جوائز خاصة بالمرأة في مجال الطاقة. دور المرأة كبير في هذا القطاع في مصر، في منطقة شمال أفريقيا، في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي كان مهم جدا أنه يكون له مساحة كمان كبيرة في هذا المؤتمر. مؤتمر كبير زي ده ودولة بحجم مصر وبمستقبل واعد في مجال اكتشافات البترول والغاز، وحركم شايفين الحقيقة أن مصر بتتحول في هذه الأيام وفي هذه الشهور إلى مركز إقليمي للطاقة، مش بس للغاز. لما حضراتكم تشوفوا أن الربط الكهربي اللي بيحصل، الكهرباء ربط مع السودان، بتشوفوا حضراتكم ربط بيحصل مع الأردن في الغاز، بتشوفوا ربط تاني واصل مع قبرص ومنها لليونان ومنها لأوروبا، شيء عظيم جدا وجود مصر في هذه المنطقة وحسن استغلال قدراتها. هذه القدرات لابد أن تعظم من خلال الاستفادة بخبرات وشراكات مع المؤسسات والكيانات الكبرى وشركات الكبرى. عشان كده في المعرض النهاردة تم توقيع عدد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون اللي تم التوقيع عليها النهاردة ومذكرات تفاهم. مثلا في مذكرة تفاهم لإنشاء أول بوابة إلكترونية للبحث والاكتشاف مع شركة شلامبرجر العالمية، هيتم من خلالها إنشاء بوابة تمثل قاعدة بيانات لتداول ونقل المعلومات الخاصة بمراحل الحفر والاستكشاف والإنتاج أثناء تنفيذ مشروعات البحث عن الغاز والبترول في مصر، بما يسهم في زيادة كفاءة المتابعة للمشروعات وبالتالي حسن اتخاذ القرار. كمان في اتفاق تعاون مهم جدا مع بكتل الأمريكية في مشروع التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس. في اتفاق تاني مع بريتش بتروليوم البريطانية لتأهيل بقى القيادات الشابة في قطاع البترول المصري في مشروع تطوير وتحديث هذا القطاع، وإن الشباب المصري اللي بيشتغل فيه يكون بالفعل على المستويات العالمية. طبعا وفي مذكرة تفاهم تانية ما بين شلامبرجر وبريتش بتروليوم عشان يتعاونوا مع بعض في مجال التحول الرقمي للاستكشاف عن الغاز والبترول في شرق المتوسط. أمور الحقيقة كتير جدا ومستقبل واعد بإذن الله للاقتصاد المصري ولقطاع البترول والطاقة في مصر. عندنا تفاصيل أكتر عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول وعن أهميته، وكذلك الفرص الاستثمارية في مصر من خلال الحوار اللي هنجريه مع ضيفنا وضيفكم الدكتور محمد سعد الدين، الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات. برحب بحضرتك يا دكتور، أهلا بيك. دكتور لو حضرتك سمعنا، لان اعتقد الصوت يعني كده تمام، الصوت كده واصل لينا في الاستوديو، وبجدد التحيه بحضرتك يا دكتور. وكان يهمني بس اتاكد ان حضرتك سمعنا. اهميه المؤتمر في تعزيز الاستثمارات في مصر، خاصه في توقيت مصر بتشهد نجاحات كثيره وبتشهد كمان مستوى كبير في خريطه اكتشافات البترول والغاز العالميه. أنا عايز أقول لحضرتك إن المؤتمر ده ما بنعتبروش إن هو مؤتمر إقليمي، ده مؤتمر دولي. معنى دولي يعني عندنا 14 دولة على مستوى العالم، من أهم الدول كلها مشاركة فيه،
ده اعتراف بقيمة مصر وقدرتها على ان هي تكون متواجدة على الساحة الدولية في مجال الطاقة وخصوصا الغاز. تمام. احنا عندنا شق المتوسط كله المنتدى الغازي اللي تم فعلا موجود بمشاركة 7 دول وبقت مصر هي المركز الاقليمي وهي الهب لهذا المنتدى وده بيدي قيمة اقتصادية لمصر. يأتي على رأس ده ان هذا المؤتمر بيدعمه الرئيس السيسي او القيادة السياسية اللي هي قيادة سياسية لمصر والافريقيا حاليا فده دعم جامد لهذا المؤتمر ودعم لوزارة البترول على ان هي تقوم بدورها في الاقتصاد المصري. مصر النهاردة بقت مصدرة للغاز مش مستوردة للغاز. مصر النهاردة بقت بتستورد الغاز من اسرائيل ومن اليونان ومن قبرص وتعيد تسييره داخل مصر وتصديره الخارج. ده بيعطيها مصداقية لان هي بتلم حواليها كل الدول اللي موجودة في بحر المتوسط وفي شمال افريقيا. وده قيمة عالية جدا لمصر. النهاردة مصر في المؤتمر ده بتسوق الفرص الاستثمارية لكبرى الشركات العالمية ان هي تقوم بالاستثمار داخل مصر ولان دي فرص واعدة بالنسبة لهم لان هم شافوا بعينيهم ان شركة اني قامت بحقل زهر وغيرها قام بكذا حقل تانيين ولذلك هم ده فتح شهية كل الشركات الاجنبية الكبيرة جدا سواء الامريكية او الاوروبية ان هي تيجي تساهم وتشتغل في مصر لان ده حافز لها ان هي هتبقى فيها مكسب بالنسبة لها وهي مكسب لمصر. واحنا وزير البترول ورئيس الجمهورية بيدعموا هذه الشركات وبمنطق وين وين سيتويشن يعني هما بيكسبوا واحد الكل كسبان طبعا وده المطلوب. والتوقيت اللي احنا فيه النهاردة ده ان الصراعات اللي بتدور في شمال افريقيا وبحر المتوسط من دول زي تركيا ولا غيرها ده رد عليهم ان كل شركات الاستثمارية في العالم بتتجه نحو مصر والاتحاد الاوروبي بيشرف على هذا المنتدى وامريكا كمان مراقب لهذا المنتدى فده يعني بنقول ان ده رد فعلي من الحكومة المصرية لاي مهاترات بتدور في طيب دكتور محمد خليني حضرتك في حديثك يعني تكرمت بالاشاره الى جزئيه مهمه وان مصر هي مركز للغاز. مصر ان كانت بتستورد الغاز من اي دول مجاوره هي من اجل تسييله واعاده تصديره وليس لنقص في الغاز المصري. دي جزئيه مهمه. هذا لا يتحقق ولن يتحقق الا ببنيه اساسيه قويه في قطاع البترول والغاز. طبعا النهارده بنشوف عدد من الاتفاقات يعني شلامبرجر بنشوف مع باكتل بنشوف مع بي بي بنشوف كل الاتفاقات دي جزء كبير منها في استثمارات وايضا في نقل خبرات وتحسين البنيه التحتيه البتروليه وبوابه الكترونيه للاستكشافات والمتابعه. قد ايه مصر والدوله المصريه ووزاره البترول بتعطي اهميه لهذا المحور محور تحسين البنيه الاساسيه في قطاع البترول والغاز في مصر؟ احنا اوريدي عندنا البنيه التحتيه الاساسيه ولذلك تم مصر ان هي تبقى القياده فيها. ليه؟ احنا عندنا مصانع تسييل الغاز اللي مش موجوده في شرق المتوسط كله وعندنا كم من الخطوط الانابيب زي خط سومد اللي بيربط من الشرق للشمال في البحر الاحمر البحر المتوسط. عندنا معامل التكرير عندنا معامل البتروكيميكالز الجديده عندنا الخبرات المتراكمه لشركاتنا المقاولات بتاعتنا زي بتروجيت وغيرها. كل دول هم اللي قاموا بانهاء استكشافات مع حقل زهر مع شركه اني وتم الكلام ده في نص الوقت المطلوب. احنا عندنا من الامكانيات اللي تسمح لنا كده عندنا حمايه هذه الاستثمارات من القوات المسلحه البحريه اللي الرئيس حضرها وجهزها من بدري عشان تحمي هذه الاستثمارات. عندنا الشؤون القانونيه اللي قامت بها الرئاسه بترسيم الحدود في شمال البحر المتوسط ادى مصداقيه وادى قوه لان الشركات تيجي تستثمر وهي مطمنه. احنا بنشتغل على الارض ثابته ما هياش كلام زي ما بعضهم بيتكلم فده ادى مصداقيه لمصر وادى لها القوه ان هي تقدر تجذب هذه الاستثمارات وده بيصبه في النهايه للاقتصاد المصري لان احنا بنقول 2020 هو العام اللي احنا بدانا نحصد فيه الثمار ما تم زرعه خلال ال5 سنين اللي فاتوا من كل هذه البنيه التحتيه اللي حضرتك اتكلمت عليها. بالتالي انت
يعني حكايه ان احنا بنستورد غاز، احنا ما بنستوردش غاز، احنا عندنا اكتفاء ذاتي بقالنا سنه وبنصدر للاردن وبنصدر عن طريق الاساله في المصانع بتاعتنا للخارج، شحنات كتير راحه لبره. مظبوط. لكن احنا بنستفيد من الجيران بتوعنا لان هم ما عندهمش وسيله ان هم يصدروا الغاز بتاعهم. البنى الاساسيه في مجال الاساله زي ما موجود عندنا يعني. لا ما يعني لازم يكون عنده، لازم يكون عنده خط انابيب، وخط انابيب عشان يعمله هياخد له 7 8 سنين وياخد له 7 8 مليار دولار، وما عندوش مصانع اساله عشان يعملها عايز له 4 5 سنين وعايز له 10 مليار دولار، فالكلام ده ما عندوش فرصه. احنا الوحيدين اللي عندنا الاجهزه دي وعندنا الحاجات دي جاهزه، وبالتالي احنا بنستثمر البنيه التحتيه بتاعتنا ان احنا ناخد الغاز بتاعهم ونستفيد منه في مروره وفي اسالته وفي تصديره. طبعا ده مكسب لمصر، ما هواش يعني عمليه تجاريه بحته. وده بيدينا يعني سبورت ان الدول دي لما احنا بنساعدها ان هي تصدر الغاز بتاعها عن طريقنا هم كمان، والاتحاد الاوروبي بياخد الغاز ده من عندنا، فاحنا بندي لمصر قيمه، وكل الدول دي بتكون موجوده في قرارات سياسيه مع مصر، في استراتيجية مع مصر، في أمن قومي مع مصر طبعا، لأن هي مصلحتها مع مصر طبعا. دكتور أخيرا وسريعا، توقيع بروتوكول لإنشاء أول بوابة إلكترونية خاصة، عملية التحول الرقمي في الطاقة وهي واحدة من الأجنحة أيضا المقامة لبحث كل ما أضافته التكنولوجيا في مجال الطاقة، وهو طبعا إنجاز أكيد مهم. التحول الرقمي ده مطلوب لمصر حاليا في كل شيء. احنا النهاردة بناخد إجراءات جديدة اللي هو الشمول المالي والتحول الرقمي في كل شيء داخل مصر عشان يكون كل حاجة متواكبة مع العصر الحديث. فانك انت تعمل بوابة الكترونية وتحولها الرقمي، معنى ذلك ان انت ما بتخليش يبقى فيه تعامل مباشر مع الافراد، لا بيبقى كلها الكتروني، وبتنشر كل حاجة فيها شفافية، وبالتالي الشعب المصري يبقى مطمن على كل حاجة بتتم صح، المستثمر يبقى آمن على استثماراته وعارف هو داخل على ايه، وفي يعني شفافية في كل شيء، وان دي دقة التحول الرقمي ده سمة العصر الحديث اللي الناس كلها بتسعى له عشان ما يبقاش فيه اي مشاكل بعد كده. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد سعد الدين، الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات، على المعلومات والتفاصيل اللي حضرتك يعني وفرتها لنا بشأن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، واحدة من المعارض المهمة جدا خاصة في التوقيت الحالي، وبيشترك فيها دول كثيرة لاتفاقيات، وفي كمان يعني تعاون ثنائي بين عدد كبير من الدول بالمناسبة في النسخة الرابعة للمعرض، وأكيد التعاون ده هينتج المزيد من الإنجازات. التقدم اللي حاصل في قطاع البترول والغاز، واللي شفنا التأثير ده الحقيقة على الاقتصاد وعلى قوة الاقتصاد، ده بيظهر سنة بعد التانية الحقيقة مع قوة هذه الاكتشافات، ومع يعني بنتكلم زي ما الدكتور محمد بيقول ان بقالنا سنة واحدة بس محققين الاكتفاء الذاتي من الغاز، وبدأنا بالفعل في التصدير وفي الإسالة مع الدول المجاورة، واحنا البوابة الى اوروبا. كل ده ليه انعكاسات وليه مردود الحقيقة على الاقتصاد. واحد من اهم الشرائح الحقيقة او المؤشرات في ده هو مسألة سداد الديون، يعني قدرة الدولة المصرية على سداد ما عليها من مديونيات. يكفي نقول بس لحضراتكم ان الدولة قدرت تسدد ديون مستحقة عليها بقيمة 36 مليار و700 مليون دولار من 2013 وحتى الآن. ال 36 اقول 37 مليار دولار من 2013 بنتكلم لحتى الآن. خلال العام المالي 2018-2019 تم تسديد في سنة واحدة بس، تم تسديد 25 مليار دولار من هذه الديون والفوائد المستحقة عليها. جزء كبير من الديون كانت بالنسبة لشركات بتروكا بتشتغل في مصر، وفترة ما بعد يناير الشركات دي وقفت لأن الدولة كانت عاجزة أن هي توفي بالمديونيات أو الالتزامات تجاه هذه الشركات الأجنبية. تم سداد 80% تقريبا، وده اللي قاله وزير البترول النهاردة المهندس طارق الملا في المؤتمر، أن مصر سددت 80% من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية اللي بتشتغل في مصر. القروض كالديون فروض، ومصر تؤدي فروضها، وطوال تاريخها الطويل لم تتأخر يوما عن سداد ما عليها، متحملة المشاق في طريق صعب فرضته أحداث صعبة عصفت بمقدرات الاقتصاد الوطني. بيان محافظ البنك المركزي أعلن أنه تم سداد ديون خارجية مستحقة على مصر
بقيمة 44.6 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية في الفترة من 2015 إلى 2019. وأشار المركزي في أحدث تقرير له إلى أن الالتزامات الخارجية التي جرى سدادها موزعة بواقع 36.5 مليار دولار أقساطا لديون مستحقة و 8.1 مليار دولار فوائد. مصر سددت ديون سنوات ما بعد 25 يناير، سددت 1 مليار ليرة تركية و 7 مليارات قطرية، فضلا عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد مستحقة على مصر من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، أي أنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونا منذ الثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم. الآن أرصدة البنوك المصرية بالخارج وصلت ل 17.5 مليار دولار بخلاف الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 45 مليار دولار من أصل 13 مليار دولار في 2013، وهذه قوة لمصر واقتصادها. من مصر، محمد خالد. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن وصول عدد السكان في مصر ل 100 مليون نسمة في الداخل. الناس في مصر وصلت ل 100 مليون نسمة، المعدل الزيادة السكانية خلال السنة اللي فاتت انخفض ل 1.78%، يعني سجل أقل معدل زيادة في السنوات العشرة الأخيرة. الإعلان عن تسجيل الساعة السكانية على موقع الجهاز بوصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة. والساعة السكانية منذ بدء عملها في منتصف عام 2012 يعتبرها الجهاز والمجتمع بمثابة جرس إنذار للزيادة السكانية، حيث ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظيا بحسب أعداد المواليد والوفيات التي تسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. شاهدنا معا بقى لحظة مهمة في تاريخ مصر، وهي لحظة بلوغ تعداد جمهورية مصر العربية 100 مليون نسمة. بيستمد هذا الحدث أهميته وقوته أكيد من موقع مصر المتميز بين دول العالم سكانيا وجغرافيا وحضاريا. تمثل قضية السكان قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، ويرتكز هذا التوجه في الأساس على النظر إلى الزيادة السكانية باعتبارها تحدي ولكنها فرصة ديموغرافية في الوقت ذاته. فنعلم جميعا أن زيادة معدلات النمو السكاني زي ما شرح سيادة اللوب يزيد من الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويحد من نتاج دمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت تحقيقه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، فيهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. الحقيقة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النهاردة دق أكتر من ناقوس خطر في كلمته. أنا أكتر حاجة توقفت عندها الحقيقة إن معدلات الزيادة دي لو استمرنا بنفس هذا الشكل خلال العشر سنين اللي جاية بحلول 2030 هنبقى 145 مليون، يعني هنزيد 45 مليون مواطن. ده رقم مفزع في خلال 10 سنين. فخلينا نتأكد من الرقم ونشوف الدراسات اللي موجودة في الجهاز بتقول ايه. سيادة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنرحب بحضرتك يا فندم، مساء الخير. اهلا استاذ عمر، ازي حضرتك؟ اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمر. حضرتك شايف الرقم ده قد ايه مفزع؟ يعني الرقم ده اي حد يقراه في 45 مليون في 10 سنين لو مشينا بنفس الوتيرة ده رقم مخيف. طبعا، يعني انا بس قبل كده كمان عايز اقول لحضرتك يعني فضل. ان اللي اعلنته الساعه السكانيه ان احنا وصول تعداد سكان مصر لل 100 مليون نسمه، طبعا ده بيسجل حدث تاريخي، يعني عشان يتكرر الرقم ال 100 مليون عايزين فتره زمنيه قد تصل الى من 55 ل 60 سنه قادمه في ظل معدلات الخصومه والانجاب الحاليه.
لكن في نفس الوقت انا عايز اقول الجهاز بيعتبر ما اعلنته الساعه السكانيه بمثابه جرس انذار لتعداد السكان في مصر. طبعا طبعا. لان حضرتك يعني عايزين نقول هل احنا عندنا دلوقتي مشكله سكانيه؟ طبعا احنا عندنا مشكله سكانيه. واقول لحضرتك باختصار شديد ازاي بتنشا المشكله السكانيه في اي دوله مش في مصر وبس. بتنشا عندما تعجز الزياده في معدلات التنميه الاقتصاديه عن ملاحقه الزياده في معدلات النمو السكاني. طبعا. المؤشرات الحقيقه في الاحصائيه في 2019 بتقول ان معدل النمو السكاني في مصر وصل او بلغ 1.5% معدل نمو اقتصادي. عايز اقول لحضرتك عشان نحقق مستوى معيشه امن للمواطن المصري لابد ان يكون معدل النمو الاقتصادي اكثر من 3 أضعاف النمو السكاني. اكيد. لكن الحقيقه على الرغم من ان احنا يمكن حضرتك متابع ان الزياده اللي بيشهدها معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفتره الحاليه بشهادات كل المؤسسات الدوليه زي صندوق النقد وزي البنك الدولي وزي المؤسسات الماليه والاقتصاديه المختلفه بتقول ان النمو الاقتصادي في مصر وصل ترتيبه الثالث في العالم على مستوى النمو الاقتصادي لاي دوله في العالم. لكن مش هيتحس طول ما في زياده سكانيه بهذا الشكل، عمره ما يتحس. بالظبط. مش هيسمع في العدد ده خالص يعني. عايز اقول لحضرتك فعلا يا استاذ عمرو ان ما زال هذا النمو الاقتصادي المرتفع اللي بيشهد به العالم اقل من 3 أضعاف معدل النمو السكاني الحالي، وده بيفرز الحقيقه كتير من المشاكل الحياتيه للمواطنين. طبعا. منها انخفاض طبعا مستوى المعيشه ومستويات الخدمات الصحيه والتعليميه والاجتماعيه المتاحه للمواطنين. طب سياده اللواء انا شايفه، انا برحب بحضرتك طبعا، اهلا بيك يا سياده اللواء، خيرك. اهلا استاذه ريهام، اهلا بيك. وبكمل الحوار مع حضرتك بسؤال بقى يعني اخير، عمليه الوعي اللي يعني شايفاها في كلام حضرتك اللي مطلوبه جدا، اللي هنسمع كمان دلوقتي يعني جزء كده منها من خلال حديثنا مع والد الطفله، المفروض تبقى شكلها ايه والمفروض تتطور الى اي مدى، لانه واضح طبعا ان احنا يعني في امس الحاجه ليها. احنا محتاجين يا استاذ ريهام قرارات حاسمه. احنا في العديد من الحلول والتوصيات. عايز اقول لحضرتك ان المشكله السكانيه لابد من التاكيد عليها انها تكون مشكله قوميه. طبعا. ولابد من حجز الدعم السياسي اكثر من كده لحجز جهود جميع رئيس الدوله المعنيه. عينها او جهه معينه. برضه محتاجين الحقيقه ان احنا ندرس ان احنا ننزل قوانين للسكان تحدد قدراته واجهزه الدوله بما يخص كل جهه داخل الدوله، لان الحقيقه مفروض يكون في تكاتف وتقسيم جهود كل اجهزه الدوله. مش جهه واحده اللي تكون معنيه بالامر ده. بالظبط كده يعني. يا فندم 17 مولود في الثانيه رقم، يا فندم 17 مولود كل ثانيه ده رقم يعني. طبعا 17 ثانية وثلاثة جزء من السنة ده الوقت اللازم لكل اللي عم موجود عندنا موجود في مصر. إذا استمرينا كده يا أستاذ عمرو ويا أستاذ رهاء، إيه اللي هيحصل؟ بهذا المعدل من الإنجاب اللي هو معدل الخصوبة للمرأة المصرية 3.4 مولود خلال فترة الإنجاب أو خلال فترة الإنجاب العمرية بتاعتها، احنا هنوصل في 2052 ل 192 مليون مواطن. شوف دول محتاجين قد ايه مدارس، محتاجين قد ايه حياه، محتاجين قد ايه مدرسين، محتاجين قد ايه اطباء. انا بتكلم على شقين مهمين هو التعليم والصحه. اما بقى حضرتك بقى في التغذيه باقي باقي مستلزمات الحياه الكريمه طبعا. لكل طفل موجود طبعا ليه مطالب اكيد طبعا. يعني واحنا كل ده بنتكلم على الداخل يعني بالزبط. اكيد في مصريين لسه في الخارج، سياده اللواء ربنا يقويهم يعني هو اللي في الخارج مش ربنا يعين يعني. الجميع سياده اللواء ولكن معلش يا فندم احنا بنتكلم في محافظه القاهره 211 الف مولود السنه دي في القاهره بس. بالظبط اعلى المحافظات. طيب لو نسبناها يا فندم مع عدد السكان، هل حضرتك شايف بالنسبه لمحافظه القاهره، هل شايف ان الزياده دي طبيعيه او الرقم ده طبيعي؟ لا، الزياده دي داخل محافظه القاهره ما تقلقنيش، لان معدل الزياده الطبيعيه
في بعض المحافظات زي أسوان وأسوان هي اللي تقلق، لأن معدل الزيادة الطبيعية أنا بعتبرها البوصلة لتوجيه جهود الدولة تجاه هذه المحافظات لحل المشكلة. لأن من عايز أقول لحضرتك إن محافظات الوجه الأمني في تعداد سكان 17 كانت بتمثل 38% من تعداد السكان في مصر. أيوه عارف حضرتك إن المحافظات دي مسؤولة عن 43% من مواليد مصر اليوم. طيب دي نسبة كبيرة، اقتربت يعني للنصف يعني. يعني احنا زدنا يا سياده اللي كنت عايزه اقول لحضرتك، احنا زدنا من العصر تقريبا يعني، وحضرتك طبعا ادق واعلم مني بده، 100,415,000 لا 415 لا انا بقول الرقم مجمل، احنا زدنا 415 اكيد ما الامور ما وصلتش لكده طبعا. يعني يعني طب اتفضل علق حضرتك على الرقم اللي ذكرته دلوقتي اللي هو الرقم الاخير. احنا بنزيد في اليوم 4,800 فرد في اليوم. ايوه هفكر حضرتك بقى معناها ايه الكلام ده. محتاجين قد ايه من مواد غذائيه، محتاجين قد ايه ايوه طبعا تعليم قد ايه صحه. ده احنا ضاربين الارقام القياسيه كده يا سياده اللواء أفندم. في احنا ضاربين الارقام القياسيه، هل في دوله بتنافسنا في المعدل ده ال 4000 وشويه في احنا كام في اليوم؟ احنا النهارده اهو كده 4800 مولود جديد في اليوم، هل في دوله بتنافسنا في المعدل ده يا فندم ولا احنا اصحاب الورلد ريكورد؟ عند حضرتك الرسم البياني اللي فيه ترتيب مصر معانا على الشاشه. الدول العربيه احنا اول دوله عربيه وثالث دوله افريقيا والدولة رقم 14 على مستوى العالم. أيوة. طبعا يعني كل اللي قدامنا ده معدل اليومي فيه اكتر مننا كمان. لكن بالنسبة للموارد لو كنا عايزين نعيش افضل لازم نتحكم شوية، ممكن في دول مش فارقة بقى معاها بالظبط كده. ما انا قلت لحضرتك ان احنا عشان يبقى فيه عيشة افضل وامنة للمواطن، انا ما بكلمش عن عيشة فيها رفاهية، على الاقل العيشه العاديه، العيشه امنه العاديه لابد ان يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل النمو السكاني. ان شاء الله نوصل للمعادله السليمه. سياده اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، شكرا جزيلا لوجودك معنا وعلى يعني قراءتك لينا و يعني رؤيتك للموقف الحالي بعد ما وصلنا ل 100,415,000. شكرا جزيلا. معنا دلوقتي والد الطفله ياسمين المولوده رقم 100,000,000 في مصر، الاستاذ رمضان ربيع. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. ألف مبروك. الله يخليك يا فندم. ياسمين يعني قفلت ال 100,000,000. الحمد لله. ياسمين دلوقتي ياسمين رمضان ربيع طفلة مشهورة جدا في مصر. الله يخليك يا فندم. مبروك. وعايز اخد كده شوية معلومات كده، يعني عدد الأسرة، الطفل رقم كام؟ اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. أنت عندك بنت أكبر من ياسمين مش كده؟ لا يا فندم، هي ياسمين بس. ياسمين بس. امال مين اللي في الصوره اللي جنبكم؟ في بنوته كده 5-6 سنين كده ولا حاجه، مش بنتك يعني؟ لا مش بنتك. طب بقولك يا رمضان، انت يعني مخطط كده يعني شايف حابب ربنا يرزقك بقد ايه؟ يعني ياسمين ربنا يخليها لك وتشوفها عروسه كده وجميله وهي زي القمر ما شاء الله، حابب تخلف قد ايه تاني بصراحه؟ يعني هو واحد عليه والحمد لله. يعني حلو قوي الكلام ده، كويس قوي رمضان ده. انت متفق انت ومراتك على كده انه يبقوا طفلين؟ انا الحمد لله جوز بنت الحمد لله على الاثنين دول الحمد لله على. انت اسرتك قد ايه؟ اخواتك قد ايه؟ 4 بيا انا. 4 بيك يعني 5 بيا انا اعتبر. 5 بيك تمام. طب بقى عايز اقول لك حاجه معلش، يعني انت شايف ان انا ازود اكتر مثلا تقول ايه ياسمين ومعاها مثلا جه ربنا رزقك ببنت، هل تفكر تخلف تاني عشان تجيب ولد؟ لا الحمد لله لدول. طب ما كده ممكن الحاجه لو ربنا اديها الصحه او حماتك يقول لك لا احنا عايزين واد. لا الحمد لله بتاع ربنا ونعم بالله، ربنا يبارك لك. انتوا منين يا رمضان؟ من المنيا.
اهلا وسهلا باهل المنيا. اهلا بيك، خليك يا فندم، والف مبروك ياسمين المولوده الجميله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميها ويحفظها ويعني ان شاء الله كده ربنا يرزقك بطفل كمان. وانا مبسوطه جدا انكم متفقين كاسره على انهم يبقوا اتنين علشان تقدروا كده يعني توفروا لهم كل اللي هم عايزينه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا رمضان، وربنا يا رب يكرمك ويوفقك. انا اعرف واحد زوجته خلفت في شهر 11 وحاليا بينتظر مولود كمان كام شهر، ما شاء الله. ونتكلم دلوقتي في 5 والسادس جاي في الطريق. يا سلام لو قاعد بيسمعك يا دي قصه ده. شوف تليفونك كده يرد علينا على طول. مش عايز اقول مين بقى، بس يلا ما علينا، خلينا نخش في الموضوع اللي بعده اهم عشان نلحق نكمل الحلقه على خير. الحقيقه ده مش هيحصل او مش هيبقى فيه اي مردود اقتصادي لاي حاجه بتحصل في الدوله الا لما يبقى فيه تنميه بتحصل وقدامها ضبط في مساله الحاله السكانيه. شايفين حضراتكم الاستاذ رمضان اللي كان معانا والد ياسمين البنوته الصغيره، عشان يشتغل وعشان حياته تتحسن لازم برضه يبقى فيه مبادرات تبقى جنبه عشان يقدر يشتغل، ما يفكرش في خلفه كتير عشان يساعدوه او يصرفوا هم معاه. ده الحقيقه نوع من المبادرات او مجهود بتقوم بيه الدوله في الفتره الحاليه اللي هو شغلك في قريتك. ازاي وزاره التنميه المحليه بتشتغل في المشروع ده ان ما تسيبش القريه بتاعتك في سوهاج ولا في اسيوط ولا في المنيا ولا في الاقصر ولا في بحري ولا في اي مكان عشان تيجي تدور على شغل في القاهره. لا، الشغل هيجي لك لغايه قريتك. عدد كبير من قطع الاراضي تم توفيرها الحقيقه بالتعاون مع كل المحافظات عشان يقدروا يوفروا فرص عمل للشباب وللناس ومشروعات صغيره ومتناهيه الصغر بتمويل الحقيقه من الجهات المختصه عشان يقدروا يلاقوا مشروعهم جنبهم في قريتهم. مشروع مهم الحقيقه، تعالوا نشوف اكتر معلومات عنه. شغلك في قريتك مبادرة لوزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبادرة ستمثل فارقا كبيرا في الأقاليم المختلفة. المبادرة تعتمد على تخصيص قطع من الأراضي وبعض الدعم والتمويل لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص عمل لجميع أبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة، وذلك للحد من البطالة والإسهام في تحسين جودة الحياة خاصة في القرى الأكثر فقراً. وتسعى وزارة التنمية المحلية من خلال هذه المبادرة إلى زيادة دخل الأسر على مستوى القرى، وعددها 4700 قرية، واستغلال المزايا والمقومات النسبية فيها لإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميز بها. ليست هذه المبادرة الأولى للدولة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعملت على توفير قروض ميسرة للشباب من خلال مبادرة مشروعك بتمويل من البنوك المصرية. لم تخلو جهود الدولة أيضا من دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا، فعملت على دعمها في المشروعات الصغيرة من خلال تنفيذ برنامج قرية واحدة منتج واحد. من مصر محمد خالد. وزارة الداخلية كان ليها هذا البيان اللي هنقرأه على حضراتكم الخاص بالقبض على عناصر إرهابية ومصر عناصر إرهابية، وجاء في البيان ما يلي. أعلنت وزارة الداخلية في بيانها مصرع 17 عنصرا إرهابيا عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية وعلى بندقيتين خرطوش و3 عبوات متفجرة، بينما تمكن البعض الآخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص أول العريش، وقد تم تتبعهم وتم حصارهم والتعامل معهم، الأمر الذي أسفر عن مصرع 6 آخرين وعثر بحوزتهم على 4 بندقيات آلية وعلى حزامين ناسفين، وتم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. نخرج نشوف التقرير الإخباري النهاردة المجمع لأهم أحداث اليوم ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم. وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1494 كنيسة ومبنى.
وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والوفد الفني المرافق له لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي والذي يعقد على مدار يومي 12 و13 من فبراير الجاري. أعلنت وزارة الصحة توقيع الكشف على 360,000 مواطن ب27 محافظة ضمن الحملة القومية الخاصة بالكشف المبكر عن مرض التهابات الأعصاب الطرفية. كما أعلنت الوزارة عن تحويل الحالات المصابة بالسمنة والتقزم والأنيميا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة إلى العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي لتلقي العلاج بالمجان. أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الجاري وصرف ما يقرب من 35% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن من خلال بقال التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات ألا وهو 50 جنيه. زارت اليوم الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا إبريل معبد فيلا وذلك على هامش مشاركتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة. وعبرت فيكتوريا عن سعادتها لزيارة مصر للمرة الثالثة وعن إعجابها بالحضارة المصرية العريقة كما حرصت على التقاط الصور التذكارية أثناء جولتها داخل المعبد وكررت عبارة مصر حبيبتي باللغة العربية. أعلن النادي الأهلي عن إقامة مواجهة صن داونز يوم 29 من فبراير الجاري في إطار دور 8 من دوري أبطال إفريقيا. كما حدد الأهلي ملاعبه في بطولة إفريقيا بالترتيب التالي: ملعب استاد القاهرة، استاد السلام، وأخيرا ملعب برج العرب.